نروح بقى دلوقتي الخبر قريناه مع حضراتكم امبارح في الصحف المختلفه، وعايزين بقى ندي حضراتكم برده مزيد من التفاصيل حوله، لان كان في بيان امبارح برده صدر من اللاعب كريستيانو رونالدو اللي اصدر البيان اللي كنا بنتكلم بشانه عن الشائعات اللي ربطت اسمه، واعتقد كلنا تابعنا ده، بالانتقال لصفوف عدد من الانديه خلال الفتره الاخيره. سمعنا هو كريستيانو رونالدو راجع ريال مدريد، هو كريستيانو رونالدو هيروح مانشستر سيتي، هو كريستيانو رونالدو هيروح باريس سان جيرمان، كل ده كان اتقال. لكن كريستيانو قال بيان او كتب بيان، نشر بيان عبر حسابه تحديدا فيسبوك، قال فيه بقى: كل من يعرفني بيدرك مدى تركيزي على عملي، القليل من الكلام والكثير من العمل، هذا شعاري منذ بداية مسيرتي المهنية، وفي ضوء كل ما قيل وكتب مؤخرا لابد لي من تحديد موقفي. وكمل كلامه وقال تحديدا: هناك حالة من عدم الاحترام لي كشخص وكلاعب بسبب الطريقة التافهة التي يتم بها تغطية مستقبلي في وسائل الإعلام، وهي عدم احترام لجميع الأندية التي ذكرت في هذه الشائعات، كذلك لاعبيها وموظفيها. وأضاف: لقد كتبت قصتي مع ريال مدريد وتم تسجيلها بالكلمات والأرقام من خلال الجوائز والألقاب التي فزت بها، وكل شيء مسجل في المتحف وفي أذهان كل مشجع للنادي. وأضاف أيضا: هناك أخبار وقصص متكررة تربطني بعدد من الأندية في بعض الدوريات المختلفة مع عدم محاولة للبحث عن الحقيقة، قصرت صمتي الآن لأقول أنني لا يمكنني السماح للناس بالاستمرار في اللعب باسمي واستخدامه بهذه الطريقة، تركيزي الآن على مسيرتي المهنية وعملي فقط، ملتزما ومستعدا لجميع التحديات التي يجب أن أواجهها، وأي كلام آخر مجرد كلام. ده كان الرد.